التاريخ ما يكتبهوش إلا الأساطير، والمجد ما يصنعوش إلا الأبطال. علشان كده لما نقول إن بطل قصتنا النهاردة في ملوك الصلاة أسطورة وبطل، يبقى الكلام مش من فراغ. لما يبقى أول لاعب في تاريخ الرياضة المصرية والعربية يحقق ميدالية ذهبية في الأولمبياد، يبقى بجد هو أسطورة، وهيفضل اسمه عايش على مر التاريخ. بطل قصتنا النهاردة هو الرباع الأولمبي السيد نصير، أسطورة رفع الأثقال الأولمبية الراحل وصاحب الميدالية الذهبية الأولى في تاريخ مصر بالأولمبياد. السيد محمد نصير اللي اتولد في مدينة طنطا يوم 31 أغسطس سنة 1905، وابتدى مشواره مع رفع الأثقال بالصدفة من مولد السيد البدوي، واللي كان شاهد على ظهور أسطورة في لعبة الأوناش. صال وجال ورفع اسمه وعلم مصر. ابتدت الحكاية من المولد وهو طالب في المدرسة الثانوية، وتعلم قوانين اللعبة وبقى لاعب موهوب، وحقق بطولة القطر المصري 4 مرات من سنة 1925 لحد سنة 1928. السيد نصير كان على موعد مع المجد في أولمبياد أمستردام سنة 1928، وحقق إنجاز غير مسبوق في تاريخ الرياضة المصرية والعربية بعد ما فاز بالميدالية الذهبية الأولى لمصر والعرب في الأولمبياد. بطلنا الأولمبي تفوق على أساطير رفع الأثقال العالميين، وحقق الميدالية الذهبية بمجموع أوزان 355.5 كيلوغرام. ورفع علم مصر مش بس كده، ده كمان حقق رقم قياسي اتسجل باسمه لمدة 15 سنة في منافسات النطر بعد ما رفع 167 كيلوغرام. وبعد الإنجاز الأولمبي رجع السيد نصير لمصر مرفوع فوق الأعناق، ومدحه أمير الشعراء أحمد شوقي بقصيدة قال فيها: شرف النصير ارفع جبينك عاليا، وتلقى من أوطانك الإكليلة، يا قاهر الغرب العتيد ملأته بثناء مصر على الشفاه جميلة. كمان كرمه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر سنة 1965 بوسام الرياضة، وحصل كمان على وسام النيل في الأربعينيات. إنجازات السيد نصير ما وقفتش عند الذهبية الأولمبية، ده فاز كمان ببطولة العالم في رفع الأثقال للوزن الثقيل مرتين سنة 1931 و1932. وبعد تاريخ حافل بالإنجازات كتبوا بحروف من ذهب على جميع أوزان الحديد، قرر الرباع الأولمبي الاعتزال وتولى منصب وكيل وزارة الشباب في الخمسينات، وتوفى في أكتوبر سنة 1977، لكنه عايش بينا لحد دلوقتي. السيد نصير أسطورة رفع الأثقال، كان وما زال من الأبطال الخالدين في الرياضة المصرية والعربية والأولمبية، وبطل لقصة رباع مصر أولمبي قهر كل الظروف ووقف على منصات التتويج الأولمبية وكتب تاريخ بحروف من ذهب في تاريخ الأولمبياد، وبقى ملك من ملوك الصلاة في لعبة الأوناش.